الدرج. يلا قوم، يلا الساعة صارت 10 وانت للحين ما قمت يا ولادي، يلا خلص. طيب طيب يا معزم، عطيني شوي بس ربع ساعة. أقول قوم بلا ساعة بلا نص بلا ربع بلا 10، قوم. يما وش فيك انت؟ وش روعتيني؟ اقول قوم يلا اغسل وجهك، الساعة صارت 10 وانت للحين نايم. 10 ولا 20 ولا 30؟ ابى انوب شوي بس شوي. يما يا اخي انت صاحي ولا مجنون؟ اسمع انت الحين ناس عندك موعد عشان الوظيفة ولا وشلون؟ اي وظيفة واي موعد؟ يا ربي يا ربي، هذا الولد مجنني. انت ناس اليوم عندك موعد مع مدير الشؤون عشان الوظيفة، انت عاجبك هالضمان الاجتماعي ل2000 ريال اللي قاعدين عليها؟ يلا قوم الحقني على الحوش، يلا تراني مسوي الشاهي جاهز. غلط غلط يما غلط، والله والله مصحصح، انا مصحصح. بس قولي لي اي شؤون، اي مدير، اي حوش تبيني اعقص عليه؟ بلدي شوف العمارة دي، شوف البرج ذا اللي طويل، شوفوا كيف منعفط، شوفوا كيف منعفط من النص، ما حطوا حديد وصبات ولا عفط من النص. ويقولون ان خلال كم يوم بيطيح وينسلح في طريق الملك فهد. يا قلبي على المليارات، دولتنا وبلدنا ينسرق. شوفوا يا جماعة كيف تعفط، شايفين كيف؟ شايفين كيف راح كنا درج؟ يا قلبي يا قلبي على اموالنا وعلى بترولنا وعلى فلوسنا. فعلا احنا المواطنين مظلومين في هالبلد. لا اله الا الله، شوف العمارة دي حاطين الدرج فوق، الدرج فوق ونازل تحت، يعني ما في درج، كيف تطلع من فوق؟ يعني يبارك هليكوبتر ترفعك فوق. يا بلدي طنبك 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 يا بلدي في دمتكم. شوف العمدة كيف معوجة، واحد راح يمين واحد يسار، واحد منبطح واحد منسدح. يا قلبي ونص العمارة أسود ونص همام، ما هم ليس ولا شيء. يا بلدي يا بلدي، ولا العمارة دي عمارة من غرفة غرفة غرفة، وحاطين فوق شبك بيحطون في حمام. مدينة اقتصاد وحاطين شبك للحمام، ليش ليش؟ يا قلبي على بلدي. للعمارة دي أموال تسرق، مليارات مليارات تأخروا في بنانا عشان يسرقون كل يوم، مكسورة من النص، من كسرة من النص. هذه في محل السياسي يقول بتطيح في طريق الملك فهد بعد كم أسبوع، والذي منفتكة من النص، منفتكة فيها فتك. والذي شايف المواصير دي مكلفة 7 مليار، مواصير مجاري، شايفين البيض اللي مربعات ومثلثات. يا بلدي يا بلدي، تسرق المليارات منك، تسرق وحنا محنا لاقين فتات لك ناكله. والذي مسوين شوف مربعات مثلثات بالقزاز، هذه مكلفه 17 مليار. يا بلدي شوف اموال هالمدينه وين تروح، وين؟ اسمع يا فرج، أبيك تتمسك بهالوظيفة بيديك ورجولك، سامع؟ وبسنانك بعد. أنت عارف الـ2000 حقت الضمان الاجتماعي ما تكفي. يما وشلون أمسك عليها بسنان؟ ما تجي ذا طبوم يعني. يا ربي يا ربي، شو أسوي بذا الولد؟ خبل خبل ذا الولد، يعني لا تضيع هالفرصة من يدينك، الوظيفة ما بيها تضيع منك، فاهم ولا لا؟ طيب يما إذا 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 مثلا الوظيفة ذي ما عجبتني؟ لا والله مسكين، ما تعجبك على كيفك يعني. عجبك الضمان الاجتماعي 2000 ريال وبس؟ ها احسن من هالسهر طول الليل والنوم طول النهار، وقاعد لي على هذا الفيسبوك والتويتر هالزبت هذا. ان شاء الله ان شاء الله يما. اللي علمني مين بيروح معك للمقابله؟ بيروح معي صديقي الصدوق خميس. ايه الحمد لله، كذا طمنت قلبي، خميس فاهم في الشغل وفي الوظائف. مين يبغى الوظيفة أنت؟ طنبق طنبق حبيبي، أنا موظف في الدولة ما شاء الله علي، مسؤول كبير، بس ما له داعي الواحد يفضح بنفسه، هذا اللي بالوظيفة. طيب طيب، وش مؤهلاتك يا رامي؟ سادس ابتدائي بس. يعني ما كمل تعليمك؟ طيب تعرف الكمبيوتر؟ مبدأ لا مبدأ، عندي صفحة في الفيسبوك.
وعندي في تويتر بعد صفحه. اوه والبابتوك والبابتوك صح. تدري شلون؟ عندي لك وظيفه في الباركينج راتبها 4000 ريال. اما باركينج 4000 ريال؟ انا حبيبي مراسل راتب 4500، ما بقول لاخوي ماني بيها. انا حبيبي الله غني عن وظائف الدولة دي. الله غني. امشي امشي حبيبي. 4000 ريال اشحن احسن لي ب 4000 ريال. 4000 ريال. جاي من طرف فلان. طب مقدمك ولا كنت وظفت حطك مدير عام؟ ما عندك واسطة. لا ويقولون بطالة. حبيبي راح يوظف شوي انزل بديك عند الدرس خلي عليه. حبيبي بطالة من هالمسؤولين ذا اللي كل ما جاهم احد قالوا لهم ما في وظائف. اكيد 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 بيصير بطالة. يا حبيبي اسمعني، ادخل معي في المشروع الجديد. في هالبلد ما يعيش الا اللي يسبه. مرة نخش على الدولة نسبها، مرة على الوزارات نسبها، بعد ما نخلص نرجع لعلماء الدين وجلد. يا بتشتهر علماني على الليبرالي على كل شيء يكون فيك، وغير هذا ترى في دعم. أي اشتاق يجيك دعم، بس تحط حسابك من إيران يجيك مبلغ، من ليبيا مبلغ، من الدولة الفلانية مبلغ، وانت عايش بس سب طقطق على هالبلد. حبيب والله إنها فكرة، والله فكرة. يلا من الحين حيلك. خلك رزقك. حاول ايش تبكي؟ حاول تبكي. اصبر حاول تبكي ونتحس تحسسني انك انت فعلا انسان مظلوم. اصبر. اه يا راسي. خير يا جرير وش فيك؟ تبا لهذه الحالة وتبا لهذا البلد، وسلم لي على صنعاء ما تلاقي فيها ولا قشرة الموس. الله اكبر، تبا له البلد وسلم لي على صنعاء وانتم تسوون في الشارع؟ الحين البلد هذا تبا له وكتوبك طالع منك انك بربيه، ما شاء الله عليك من عافية هالبلد وخيرات هالبلد. تبن تبن لك ولاشكالك. يا اخي والله في امان الله ماشي على بركة الله، وفجأة عذق موز مقشر ومرمي بكل الاحتقار في الشارع، زحلقت عليك كذا وجيت على راسي والحمد لله ما شجت جبهتي. الله اكبر يا العري، قشرة موز خلت تجي عندي هنية تماوي. أصبحنا في زمان نتزحلق في قشرة ماوس. أين الحكومة؟ أين الأمانة؟ أين البلدية؟ أين الأمين براسها؟ صحيح، وين الأمين؟ وين الأمانة؟ ما يشوفون الناس كيف تتزحلق؟ تقصير يا شاعر العرب، تقصير. الله ياخذ عمر ابليسك ان شاء الله. تقصير الفساد طال عمرك، الفساد. ولا الدوله والله ما تقصر، ملايين تدفع، مليارات. لكن تعرف واحد ياخذ منا، واحد ياخذ منا، واحد يهبش منا، وما يطيح في قشر الموز الا المساكين البشر. شوف انا لا يمكن اسكت على هذا الموضوع بتاتا البتة، وساغرد في التويتر واقول بالحرف الواحد: اين الحكومه؟ أين الدوريات التي تحافظ على أمن المواطن من الأخطار؟ الله أكبر، الله يرحم حالنا يا سعودي. حتى أنت يا الزيدي بتغرد عن بلدنا؟ صار تويتر هذا لكل من هب ودب، اللي بيسب، اللي بيمدح، اللي بينتقد. لكن غرد غرد يا جرير، يمكن يشوفها واحد من المسؤولين يكون عنده ضمير ودم ويستحي على وجهه. ينظفون الشوارع، ركبون إضاءات، يدفنون المواصير هذه. أبرك ساعة، غرد. يا زالق بقشر الموز لا تسكت عن حقوقك. هم ياكلون اللوز والعسل وما يشوفون الناس كيف تزحلق، ويلبوا قلوبكم كلكم يا حبايبي. الله الله، قصيده جزله. وبهالمناسبه يا جرير، ترى اللي طالبك طلب ما تردني. على نخرتي. ابيك تاخذها وتشرب حمضيات، ترى يستاهل. على طول. هيا الله. على هينك. يلا تفضل يا حبيبي، تفضل. مردقة مردقة، ترى فرصة مردقة مردقة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ايش هالورع عمل؟ شابين على البلد، قاعدين يشوفون صورة البلد كأن عايشين احنا في غابة. ايش يبون الحين؟ ايش يبون؟ طالعين نازلين يشوفون في البلد. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا تلاقيهم لو لقوا كرتون في الشارع طايح ولا تشيس طاير من البلديه، صوروا وحطوا موضوع طويل عريض وتعايه تعليقات. لا ولا دام كذي.
احد منهم يسوي نفسه سياسي يقعد يحلل وينتقد على كيفه وينتقد رجال الدين والدوله، هو اخرطي ما عنده امه وما يقدر حتى يقود نفسه ولا يقود عياله في بيته. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. حقيقه انا اجب واستنكر يما اجب واستنكر اللي قاعد يحصل، ترى ما في اي اساس يعني من الصحه والحقيقه، والله يسر الواحد لا ينقفط منه ولا منه ولا يتهموني اروح فيها طنبك طنبك. حد غرق بك؟ نغرق ولا توتروك ولا تنبرضوك ابد سويت شيء؟ لا، واعرف واحده عندها 15,000 شخص في التويتر. يا ريت انا اللي عندي 15,000 بس محاصل. والسب في هالبلد والطالب بحقوق المرأة في المجتمع، وهي ما عندها مع عن جدتي اصلا ما هي سعودية. حلو حلو ناسي هذا احتاجه مال عشان تسب قصدي نحطها في القرب ونسب على ناس بلدنا. والله يستر يبا، الله يستر الحاقدين واللي ما يكرهون البلد، بكره ينزل اشياء في تويتر وشغلات وفي الكك كلها تشويل هالبلد. الله يستر على ما ندعوه، انا بس اناظر بس اناظر يعني. اوكي هذا كلام محتاج لناس مختصين، ناس تتكلم عن التخطيط عن الدراسات العليا. اي با هذا الكلام يبا الله يطول عمرك، ايام زمان الحين ما في خلاص في فيسبوك وفي تويتر كل واحد يتكلم عن نفسه. قسما بالله يبا فيك شيء؟ حصل لي بس ناشط اجتماعي بتزوج ما عندي مانع، يقعد طول اليوم يسوي كيكات. الله يهدي بالك يا يمه. اسمعي يا ولدي خميس، ما عليك من هذيل الشباب العلة اللي دماغهم طنبق طنبق، لكن في شباب اللي من مثلك وشرواك الحمد لله متربين عدل ويغردون حلو وانا اتابعهم. انا لما لعبنا في كأس آسيا في سنغافورة يعني احد الصحفيين يسألني عن اخبار الكرة في البلد، فعاد انا جاوبته قلت له الحمد لله احنا بخير ولعبنا حلوه وفريقنا حلو وقوي وزين، وبعدين خاصه متخصص في ضربات الجزاء يعني مثلي ومثل طبعا اللاعبين الثانيين نعيبه وماجد. قلت له بخير 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 كل شيء بخير حلو. وبعدين بس قلت له خلاص. اي ترى انا سامع ذا السالفه حوالي 2000 مره يبون منك. بعدين فيك شيء انت؟ لا ما في شيء. أكيد أحلف والله ما في شيء. الله تصبح على خير. احنا بس للتذكير يعني. بسرعة فراش بسرعة. شوف حبيبي خذ فكر فكر تسوي يا اخوي. ها بنفضح وزاره الصحه، نقول وزاره الصحه هذه ما اهتمت بالمواطن. شوفوا يا جماعه شوفوا يا جماعه احنا قاعدين نسوي في الفيسبوك وفي تويتر شوشره، احنا مناظرين مناظرين لازم يكون اسمنا. يلا خش 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 بسرعه 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 قبل يا جحا. غط غطى على راسك، غط برا، غط دخلي ديالك دخلي قلبك دخلي ديالك. خلنا نبدا اصور. بسم الله بسم الله بسم الله. يا ربي يا ربي يا ربي. فيديو هذا انا في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض، وللاسف للاسف يا جماعه شوفوا يا جماعه شوفوا كيف المواطن السعودي كيف ما كيتبن. هذه وزارة هذه مستشفى أمانة. شوفوا شوفوا الوساخة، مواطنين عايشين على هذه لا حول ولا قوة إلا بالله. 14,432 لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا 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 أبوكم لحشونا بسرعة صورت صورت فيديو قسما بالله يا بهز السعودية هز يا بهز وزارة الصحة. الوسخ خدني هذا كلام لا ما عليك منهم. شوفوا أبوك يا ويلي ويلا يا ويلي ويلا يا خسارة على بلدنا. ترى هذا في مستشفى الملك فيصل التخصصي، هذا مركز أبحاث أقوى مركز أبحاث في العالم. شوف الوساخة كيف، شوف 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 السلطات تفرز ومكبكب العصير تحت السرير. شوف المريض المريض يول يول من الألم لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله على الظالمين. شوف 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 معقول
هذا المناظر في 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 اقوى دوله مسيطره للبترول في العالم السعوديه. اي بس السعوديه مشهد مصور الرجال هذا شكله يا ابو المريض يا اخو المريض. شوف 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 الرجال يول شوف مغطى مسكين شوف الوساخه شوف الوساخه شوف على جزه على جزه بعد. تصدق في اليمن ما عندنا المناظر هذه. انتم في اليمن زين عندكم يا رجاله غرفتين مستشفى قال في اليمن. احنا دوله انا غنيه بترول بترول لكن ترى تويتر والفيسبوك والمواقع هذه الالكترونيه فضحتهم طلعت فضايحهم طلعت فضايحهم. معقول هذا يحصل؟ شوف يا ويلي ويلا خش 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 اشربك حمضيات خش خش. صايم اليوم صايم يا اخوي انت كل السنه صايم؟ ايوه اذا انا بتبخ هنيه ما في الا تبخ هنيه. صوره كذا صوره بالعرض صوره من فوق ولا من شاف ولا من درى. بعدنا على الناس هذه شلون قادرة تعيش في القرفة هذه كلها أخبار. بعدنا مهتمة في البواريك وناس شغل البيت ناسيته و... صدق قاعد تسوي شات مع البنات ها؟ ش عندك على الإنترنت؟ والله يوم خميس أنا خايف من المندسين يخربون البلد اللي قاعد يكتب عن السعودية شيء لا يصدق. جيت على الجار الله شو أقول لك؟ أصلاً تويتر على الفيسبوك على الانستغرام على اللي يسمونه الثاني اليوتيوب صاروا شغلة حق اللي ما له شغل. أنا اللي ذابحني إن هذيلا كلهم اللي يكتبون سعوديين يعني عيال البلد يعني عايشين من خير البلد ويتنكرون للبلد هذه مصيبة. الحين أهم ليش ما يأخذونها عبرة؟ عبرة من البلدان اللي صارت فيها مشاكل مثل ليبيا تونس العراق اليمن وخليني ساكتة وسوريا. الحين هذا ليش يبون؟ لوين يبي يوصلون؟ بس عيب عليهم حرام عليهم هذا وطنهم من وين يبي يعيشون يتشتتون؟ يقولون لاجئين بلدان ثانية؟ حرام والله حرام. ما تستاهل ما تستاهل السعودية ولا أي بلد إسلامية وعربية والله حرام. لكن شو أقول أنا نفسي بس نفسي نفسي بس يكونون علي يد واحدة وقلب واحد وما يثيرون بلبلة ولا يثيرون هالزوبعة هذه كلها. ماش حق يا مخميس ماش حق. يا فرج متى ودك تنام؟ يمه أنا ما هالوقت دجاجة أنا بدري بدري تونا. وش بدري يا ولادي؟ الساعة الحين صارت 2:30 يلا قم نام. يمه انت وش فيس وش فيس وش فيس؟ أنا وقت ما يعجبني لا تكلم ورررر عند راسي. يا ولادي أنا أبيك تنام عشان تصحى الصبح وتروح تدور لك على وظيفة. ما يصير انت عاجبك 2000 ريال ناخذها من الضمان الاجتماعي. يمه انسي 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 موضوع الشغل ذا انسي. وش تقصد؟ ولد السمة الحين يشتغل صدق؟ لا 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 ما شاء الله. اي هذا ولادي. اي قل لي متى وكيف وعلمني وشلون وكم الراتب؟ هذا الشغل ما في راتب يمه. وش تقول بدون راتب؟ وشلون يعني فهمني علمني الحين وشلون بدون راتب؟ يمه تطوعي 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 في عينك. أنا أول مرة أسمع في شغل بدون راتب. علمني وش تشتغل الحين يلا بسرعة. ولدي صار ناشط اجتماعي فيسبوكي تويتري بالتوكي. يا بلدة خدمة 35 سنة في العسكرية وآخرتها الباب. قارم ناعي وش بيك طنبق طنبق وزعلان يا أخوي؟ ترى أنا والأخ فرج أصبحنا ناشطين إجتماعيين وممكن نخدمك في أي شيء وممكن ناخذ كلامك وصوتك وصورتك وننشرك ها ونخلي العالم كله يشوفه. يا رجال رحت أقدم على البنك عشان يعطوني قرض مسكوني باب الحريم ما أعطوني. أفا ما أعطوك قرض؟ لا 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 يا خميس ها
هذه مشكله كبيره. طبعا طبعا بحكم حنا عنا يعني ليبراليين علمانيين سوفيتيين حقين نشره وحقين مشاكل لازم نعرف الموضوع من طق طق. السلام عليكم وننشر لك. عطني حظيات الموضوع الحظيات حقتها وكيف نقدر نخدمك فيه. يا بم اني ضمان. انا ما عندي ضمان. وش ضمانه ما ضمانه حبيبي؟ انت مواطن سعودي ومن حقك تعيش عيش هنيه. ما في ضمانات، ما في اي كلام. انت كلمتك ضمان عند اي بنك حرام يا اخي. والله حرام مواطن سعودي يصير في زي كذا. اي والله. اه يا خميس انا قايل لهم هالكلام لكن ما حد عطاني وجه ولا حد رد علي. حسيت اني كنبه في صاله في البنك عندهم. ناشط فرج. سم ناشط خميس. وش رايك في حظيات الموضوع هذا المسكين المواطن المسكين اللي منهار امام بقالته؟ والله هذا موضوع خطير ترى. لازم نسوي فيديو ونفضح البنوك المصارف كلها حقت المملكه ها، ونقول لهم طال عمرك صعوبه ياخذون قرض الناس. نعم نعم نعم. نحن الان امام احد البقالات وهذا مواطن مسكين عنده 16 ولد واربع بنات معاقات واثنين توحد واحد سرطان واحد في السكر. انه يعاني لم ياخذ قرض. من يرحم دمعة هذا المسكين؟ من يرحم هذا الشخص الذي يعول العائلة الكريمة؟ كان جندياً فتقاعد وراتبه 2500 والآن لا يملك شيء. أينك يا وطني؟ أينك يا حكومة؟ يا بيضرب هذا. أكيد بيضرب. حين أودكم حمضيات، شربكم حمضيات. إيش رأيكم تخشين جوا حمضيات باردة تبردون على قلوبكم؟ يلا شرب حمضيات. لا 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 لا. والله نيجي بيجك عند الثلاجة في ذمتك. كيف والله؟ أجل أنا عندي 16 ورد وأربع معاقيل واثنين توام توحج. تلعبون أنفسكم، تسجلون كذا، تفكروني ثور في ذا الدكان وذا الملايين اللي جامعها بلوشي. أنا ترى أنا رجال فطين لكن أبلي قرض. قم أنت وياه، قم أنت وياه. قشر موج هذا مناديل، قشر موج ثانية، ثالثة عصا حمراء، رابعة قشر الموز. يا أوه حتى السراويل يا لطيف. أين الحكومة؟ أين الأمانة؟ أين المسؤولين؟ ها هذا جدار عاري تماما. يا لطيف ابشر الصناديق والكراتين وعلب الموية. آخ يا لطيف والفعلة. ها اكتملت الصورة. موضة مثل السعوديين ينشروا أي شيء تافه وشرشحوا بلدهم في كل ديرة. يا لطفطف يا لطف على ضوء. وشلون خطاب سري ومهم من الديوان الملكي يتسرب ويتصور من مكتبي وينشر على وسائل التواصل الاجتماعي؟ هذا اسمه التلاعب. كلكم محولين على التحقيق برا. انا بعرف منه بس منه. خميس من جمعة طال عمرك. انا ابي اجازه شهرين طال عمرك عشان عندي اشغال خاصه. هاقول ماني فاضي لك ترى طلع من مخي. وبعدين وش هالاجازه الخاصه؟ مع صديقي الناشط فرج. خميس ترى ما عندي وقت اضيعه معك. قل لي وش اسباب الاجازه. طال عمرك انا تحولت لناشط اجتماعي فيسبوكي تويتري بالتوكي. طال عمرك لحل قضايا الشان العام وقضايا المجتمع، فابي اتفرغ لهالمهنه الجديده. طال عمرك خميس. سم اطلع برا. قسما بالله انك نفسيه، انك وكيل نفسيه. معقول يكون الأهبل هذا الغبي هو اللي مصور الخطاب؟ لا 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 ما أعتقد. ثور شاف فرج حين إن الخطة التالية على المشهد الجديد اللي بكسر الدنيا اللي بهز الدولة والحكومة والداخلية والمباحث. حلو ترمي نفسك ها؟ أيوة. وأنا بكمل إني أنا شفت جثة. خش الآن وارم نفسك، حاول تسوي نفسك ميت. بس ابغى تصوير. وكل الله. امسك. وكل الله. امسك. وكل الله. يلا راح لي بعد. راح بسم الله. خل هذه هناك، خل نظاراتك هناك. ايوه يلا خش يلا ها. بسم الله. ايه بس صور زين تكفى. ايه. ها يلا عش ايه راح
راح كذا مضبوط؟ ايه مضبوط راح. ها راح الحين راح خليك ايه حين. اصبر اصبر ها. اصبر خلي بس لا حد يشوفنا. اصبر ايه يلا ايه اصبر 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 ايوه بس حط خدك حط خدك يلا معقول واحد ميت وراسه ما هو يلا ايه ايه يلا ها ايه ايه رابط رابط صح صح ايه حط 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 يلا حط حطي خلاص يلا يلا صور يلا بسم الله سبحان الله امطار امطار وخير في سد وادي حنيفه ما شاء الله ما شاء الله انا في سد وادي حنيفه الان واشوف يعني الاجواء رائعه لا اله يا الله يا الله يا الله مواطن سعودي مواطن سعودي جارفه السيول من جده للرياض يا الهي يا الهي يا رب رحمتك يا رب رحمتك انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمك الله يرحمك لا حول ولا قوة إلا بالله هذا حال المواطن السعودي شوفوا يا عالم شوفوا المواطن السعودي شوف السعودي كيف إيش اللي حاصل فيه سأل الله يغفر لك سأل الله يعوضها لك خير لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله فرج فرج قم 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 قسما بالله مشهد والله العظيم جنن جنن امشي 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 انت رايح 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 والله ممثل صح ممثل احسن واحد يموت امشي امشي